نرجع برضو لنقطة تانية، فكرة ان احنا يبقى عندنا 35 جيانة دي تتحقق ازاي؟ احنا عندنا يعني ايه ناس واعدين وعندهم من الامكانيات ما يسمح ان احنا لو اشتغلنا عليهم وعلى تطويرهم يبقوا نجوم عالميين في الرياضات المختلفة. واعتقد الكلام ده ينطبق بحذافيره على اللاعبين واللاعبات في الكاراتيه، وحضرتك ادرى مني طبعا. ايه اللي ينقصنا عشان يبقى عندنا كم وافر من الابطال الاولمبيين تحديدا؟ بص عدتك، هو الصراحة يعني كان على مستوى الاتحاد المصري للكاراتيه، والاتحاد المصري للكاراتيه وفر للولاد دي دعم كبير جدا وعمل مشاركات دولية كتيرة جدا. حضرتك احنا عندنا النهاردة جيانا هي جابت برونزية، عندنا فريال جابت الذهب، عندنا ابطال كتير جدا جدا الفترة الجاية في سواء مرحلة الناشئين او الشباب. اعتقد ان هم ان شاء الله قادرين على ان تحقيق اكتر من ميدالية لمصر. حتى الاولاد اللي ربنا ما توفقوش زي علي الصاوي او رضوى او عبد الله ممدوح، الاولاد دي واعده جدا جدا وصغيرين لسه. انا عندك عبد الله لسه حوالي 20 سنه. جميل. فان شاء الله يعني لسه قدامه مستقبل. مستقبل كبير وولد واعد جدا، وان شاء الله في البطوله الجايه في 24 يبقى موجود، وان شاء الله يحقق الذهبيه باذن الله.